السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا دكتورة؟ انت الحمد حضرتك لله، والله عاملة فضل ايه؟ ونعمة، الحمد ربنا لله. يجزيك كل الشكر ان شاء الله. يا رب، اللهم امين. واياكم. دكتورة انا عندي 3 مشكلات في حياتي كده، بس ارجو من حضرتك تديني الفرصة كده وانا اختصر حاضر، لك يعني عشان وقت حضرتك ووقت البرنامج. الله يرضى عنك، امرني. تسلم. اتفضل. ان اول شاء الله ان شاء مشكلة، الله ابشر، ان شاء الله ابشر، وما تكونش مشكلات، هي بس امتحانات، وان لا شاء الله هو تعديها على خير ان شاء الله. لا لا ان اتفضل. شاء الله. ان هو شاء الله. 3 نقط يا دكتورة، عن السرقة وعن الكذب وعن والعياذ بالله العادة السرية أو الدابة. تمام. أبدأ بمشكلة السرقة يا دكتورة، لأن أنا اتفضل. من فضل ربنا شايف إن أنا خلصت منها، بس أثرها موتها حياتي اللي هي ايه، معلش، اول واحدة اللي هي السرقة. السرقة. تمام، عافاك الله. أنا دكتورة لحد سنة 2005، من ايوه، ساعة ما عرفت حاجة اسمها سرقة أو أسرق إزاي بالمعنى الأصح، معلش. يعني الفلوس بس عشان مثلا أعيش أو آكل أو أشرب أو أشتري لبس أو الحاجات اللي هي المعتادة دي، لحد سنة 2005، لحد تمام. ما أنا حضرت دفنة أحد ناس معرفة عندي، فاتعظت يعني، تاب الله فخفت إن علينا. أنا أكون مكان الميت ده، تمام، فامتنعت وربنا كرمني وما ما شاء بقبلش الله، أي شيء حرام حتى الآن. من سنة بارك الله فيك. 2005 حتى الآن، وأي حاجة مشكوك في أمرها ما بقربش منها، ابشر ابشر، ربنا يبارك لك. ومجرد بس الشك يا دكتورة بخاف إن أنا أشيل ذنب على الذنب اللي عليا. المشكلة يا دكتورة إن أنا عايزة أكفر عن السرقة دي، تمام، وإن حاضر. أنا يعني معرفش، في ناس أعرفها وفي ناس اللي ما أنا كنت تعرفهاش. أسرق منها، في ناس اللي أنا أعرفها يا دكتورة ما أقدرش إن أنا أروح أقول لهم، لا طبعا، لا اللي أنا لا 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 لا، حاضر. لأن طبعا هتضر بيتي وهتضر لا لا، زوجتي وبنتي ربنا رحيم، وأولادي. ربنا رحيم يا أبو حاضر. مريم. أنا كده فهمت ومشكلة السؤال الأول، كيف تكفر عن هذا الأمر. السؤال الثاني معاك. السؤال الثاني يا دكتورة هو عن الكذب. الكذب. أيوه يا دكتورة، أنا مثلا واحد قصدني في حاجة وأنا قادر إن أنا أعملها، بكذب عليه وممكن أوصل للحلفان بالله كده إن أنا لا ما أقدرش أو مش عارف أو كده، وهي بإيدي. أو واحد مثلا أنا اديته ميعاد إن أنا أقابله في شغل أو عملي أو كده، وجيت ما روحتش، رحت مع حد تاني بداله، فيتصل عليا يقول لي ما جيتش، لا أحلف أو أكذب عليه أقول له لا أنا مثلا كنت تعبان، كنت مريض ومعاه، وما أروحش مع أروح مع غيره. مثلا واحد قصدني في مبلغ زي مثلا سلف وكده، هو عارف إن أنا معايا، وأجي إن أنا أقول له لا ما يصدقش مثلا أروح حالف. ده دكتورة بصراحة موجود فيا حتى الحين، يعني نعم. حتى امبارح، حد ما حاولت أكلم حضرتك امبارح بس الظروف ما سمحتش. ماشي. ده التالت يا دكتور أنا مسميهم ده يعني بعد احترامي ليك، لأن أنا مش عارف أتخلص منهم، إلا اللي هي مشكلة السرقة ده بفضل من إن أنا شبه إن أنا اتخلصت منها بس. الحمد لله، الحمد لله. ده اللي هو التالت يا دكتورة، أنا لحد قبل الجواز كنت يعني العادة السرية والعياذ بالله، بس ما مش عامل علاقة مع أي حد، يعني ده قبل الشيطان ده الزواج يعني. المنصف. طيب، لا تمام. وشبه بعد الزواج بس قليلة يا دكتورة يعني، لا يعني حاول بس امتنع، لأنها بتأثر على الحياة الزوجية. أيوه، بس أنا دكتور ما عملتش علاقة مع حد ولا ما هو، حرام ولا أي حاجة، زي ما لا تقولي بإرادتي وأوقات مش تمام، بإرادتي. خلاص، أنا فهمت السؤال. كيف تكفر عن ذلك الأمر؟ في حاجة تانية يا أبو مريم؟ أيوه ملحوظتين صغيرين. اتفضل يا فندم. أبو مريم. يا دكتور من أمرني يا فضل فندم. ربنا عليا، اسلمي، ملحوظة من فضل ربنا عليا إن أنا لما أدعي له فريز بيرزقني بالحلال، الله. لما في مشكلة بيقف جنبي، ولما أكون مثلا محتاج يعني ربنا بيستجيب لي، وأنا متأكد من دي الله. 200% يا دكتورة. فده اللي ساعدني إن أنا ما أقبلش حرام على بيتي، أو قبل ما أتجوز كمان ما أقبلش حرام على نفسي. ماشي. أبشر يا الحاجة التانية أبشر يا أبو مريم، يعني أنت مثل طيب وجميل لشخص كان في يوم من الأيام بيستحل السرقة، معذرة يعني، سامحني على الكلمة، لكن أنا فرحانة بتوبتك وبالعودة الجميلة بتاعتك لله سبحانه وتعالى، واستشعارك لفضل ربنا عليك، إن ربنا سبحانه وتعالى دعاك، لأنك أنت أصلا أردت أن تعود إلى الله، أنت أردت أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى،
فيعني رب العالمين سبحانه وتعالى تقبل التوبة بتاعتك، عشان كده أنت شايف النفحات الهدايا الربانية دي ليك، أنك بتدعو الله سبحانه وتعالى فبيرزقك من حلال، لأنك أنت عزمت بقلبك عزيمة صادقة خالصة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول والله يعلم المفسد من المصلح، ربنا مطلع على القلوب، ولأجل أن الله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح، وإنك أنت تبت هذه التوبة الصادقة، يرزقك الله من حلال. هي في النهاية أنا بقرر أكون إيه، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنا اللي بإيدي برفع بعلي نفسي بالطاعات، أو أنا بخبي وأخفي وأظلم على نفسي أنوار الطاعات بالتباعي لطريق الغواية. فأنت أبشر بصنيعك وتوبتك الصادقة إلى الله، ودايما كده خليك متيقظ لنفسك. لكن يا أخي، كثرة الحلف بالله كذبا ده أنت بتقع فيه أيمان كثيرة جدا لا حصر له، يمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار. الإنسان لما يستحضر العقوبة ويشوفها قدام عينيه يرتدع، مرة في التانية في التالتة، مش مرة واحدة. الإنسان شفت انت بتقول انا قعدت فترة الى اني انا التزمت ما بقتش امد ايدي واسرق، وان انا الى انه تاب الله عليك، وفي نفس الوقت انا برضو عايز اكف عن هذا الحلف، لانه لفظ الجلالة ده عظيم، وان انا او ان انا استدعي صفة من صفات الله، او ان انا احلف بالله على شيء وانا اعلم انه كذب، فانت وقعت في كبيرة من الكبائر، وقعت في انك انت ستغمس في النار. وأسأل الله يعني أن يعافيك في الدنيا إذا استمريت على هذا الأمر، لأنه اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار، ده لابد فيه من أنك تتوب، يعني ما عملش كده تاني، وقلبي يستشعر عظم الذنب اللي أنا عملته. لأن لما القلب بيتحرك بأنه إزاي أنا أعمل كده، أنا إزاي أحلف بالله كذبا، تستشعر خطورة الذنب، ثم تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة، ثم بعد ذلك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار، ثم تكف فورا عن هذا الفعل، حتى تكون التوبة بتاعتك توبة صادقة لله سبحانه وتعالى، ما تبقاش توبة الكذابين، إنما تكون توبة الصادقين. ده لابد بتدريب نفسك كده. أنت عايز تغضب ربنا عليك، أنت عايز تغمس في النار يوم القيامة، شوف بقى بعدد الأيمان اللي أنت قمت وأقسمت فيها بالله كذبا وافتراءا. طيب أنا في موقف وعايز أخرج منه، إزاي أخرج منه من غير ما أكذب؟ بشيء اسمه التعريض، أو إن أنا أكون صريح بنوع من اللطف وأنا بتكلم مع الشيء، مع الناس اللي أنا يعني بضطر، وما بشوفش الإنسان اضطرار في الكذب إلا في حالات معينة النبي عليه الصلاة والسلام استثناها، ودي جاية على سبيل الاستثناء، والاستثناء فرع عن أصل القاعدة وليس هو القاعدة. وبالنسبة لمسألة السرقات اللي كانت حضرتك بتسرقها وبعدين تبت وعدت إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا من تمام توبة العبد إذا كان أنا عندي نوعين من المعاصي، أو نوعين من المظالم، أو نوعين من التقصير، إذا كانت المسألة متعلقة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، فدي بيبقى ليها طرقها حسب بقى. أنا تارك صلاة فالمفروض أعمل إيه، أنا علي زكوات، أنا اقترفت آثام معرفش في كذا، فليها نمطها وليها الأحكام الخاصة بيها. بس عشان دي الوقت أنا هتكلم في الجزء اللي حضرتك بتسأل فيه، وهي أنواع المظالم الخاصة بين علاقة العبد بالعبد. أنا دلوقتي سرقت من حد حاجة عشان تبقى توبتي صادقة، أو أخذت من حد شيء، أو استلفت فلوس وما كانش في نيتي أني أرجع الفلوس. فالإنسان لابد أن يتحلل من هذه الأمور في الدنيا قبل الآخرة، قبل ألا يكون لا دينار ولا درهم يوم القيامة. أنا دلوقتي موجود سرقت شيء، الناس أنا عارفهم وناس مش عارفهم، مش لازم أروح أقول للناس تعالى يا فلان أصلا سرقتك في يوم من الأيام فخد الحاجة اللي أنا سرقتها، فيزيد الأمر سوءا بيني وبينهم، ده شيء حتى مش معقول. لكن أبتدي ممكن أن أنا أوصل هذا المال بأي صورة، في صورة هدايا أودعها في حسابه إذا كنت أنا عارفة الحساب، أبعتها في ظرف بصورة، أتحايل بأي صورة من غير ما حد يعرف، المهم أن أنا أوصل الشيء لأصحابي اللي أنا عارفاه من غير ما يعرفوا أن أنا عملت أي شيء. طيب في ناس أنا بدور عليها ومش لاقيها، ويا ترى أعمل إيه؟ تصدق بهذا المال عليهم، بس الصدقة اللي بتعملها لو بتتبرع لجمعيات خيرية، بتبرع حاجات خاصة بالحكومة أو كده، بس تكتب عشان تبقى مسجل عندك أنت عملت إيه، فإذا يعني إيه تبقى أنت عارف أمورك إيه وضعها بالظبط، وحاسب الحسبة بتاعتك مظبوط. في حاجة تانية ممكن برضو، أنت بتقول الإنسان ساعات مش بيبقى مقدر،
يا ربي أنا سرقت 10 ولا سرقت 20، سرقت مثلا 20 ولا 25، خليك في الأعلى، اعمل تقديري على 25 احتياطي، وما زاد فهو صدق لك. فتبقى أنت كده برأت ذمتك، ويبقى الحاجات اللي أنت اشتريتها وخدتها بعد ما برأت ذمتك بالطريقة دي صارت حلالا. أما التوبة الخاصة بمظالم الإنسان ارتكبها في حقوق العباد ولم يتحلل منها، بمعنى ردها إلى أصحابها، فتوبته دي مش صدق، هو أقلع عن الفعل، بس علي الخاص بالمعصية الخاصة بحق الله سبحانه وتعالى إني خالفت أمر الله بإني أكلت شيء لا يجوز لي إن أنا أخده أو إن أنا أكله بالحرام. وفي شق تاني خاص بمظالم العباد، إني خدت شيء من بتاعهم وما ردتوش، لابد إن أنا أرجع الأشياء دي لأصحابها. وجدتهم ما وجدتهمش، يبقى بتصدق بهذه الأموال بالنيابة عنهم، اللهم أوهب هذا الثواب لفلان، وتسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة حتى إنك أنت تبتك تكون صادقة لله سبحانه وتعالى، وأبشر خيرا. مسألة التانية عن العادة السرية اللي حضرتك كنت بتعملها قبل الزواج، أسأل الله سبحانه وتعالى لك المغفرة. فقبل الزواج المسألة فيها رأيين، لكن جمهور أهل العلم على أنه يحرم على الإنسان أن يأتي هذا الأمر، ولكن بعد الزواج أصبح الأمر ما عندكش رأيين، عندك اللي أنت بتعمله ده حرام، لأن معاك زوجة، هذه الزوجة هي أولى بك من أي شيء آخر. وثبت بالعلم الحديث أنه الإنسان إذا أكثر من هذا الأمر أو من هذه العادة أثناء أمر الزواج تؤثر على الحياة الزوجية، وما تستمرقش الأمر، لأن بعد كده هتتعود على هذه الحال، فيصير هذا المعوج مألوف بالنسبة لك، وتبقى الحلال بالنسبة لك اللي هي زوجتك، هتلاقي نفسك أبعد الناس عنها. فأنت لابد أنك تتوب وتستغفر وتقلع عن هذا الأمر، لأنه لا داعي إليه مع وجود زوجتك، وإنك أنت كده يعني خالفت الأمر النبوي. المفروض أنت بتحفظ عورتك إلا من زوجتك. طب أنا زوجتي معاي، أقوم إن أنا أعمل كده؟ فهذا أمر لابد أنك أنت تقلع عنه في الحال.